السؤال: كيف نمحو الخطايا؟ قد جمع النبي لنا أبواب الخير في حديث واحد، فقد روى عن أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباق الوضوء على المكاره وكثرة الخطاة إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. رواه مسلم.